التسمية النائب الأستاذ حنان سلام. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي اليوم بعد قرار مجلس شورى الدولة والمقاطعة ترشيحا واقتراعا. في فضائح وزير الاتصالات الجديدة، صفقات غير قانونية أبرمها صحناوي من دون العودة إلى أي مرجع رسمي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 13/4 درعا في مرمى قصف عشوائي لا يوفر المساجد، وهجمات بالغازات السامة على بلدة عفرين في حلب. صباح الخير. يتابع تلفزيون المستقبل كشف ارتكابات ومخالفات وزير تكتل التغيير والإصلاح في حكومة تصريف الأعمال القرى صحناوي. الفضيحة الرابعة لوزير الاتصالات تكشفت من خلال وثائق جديدة حصل عليها تلفزيون المستقبل تدير الوزير صحناوي، الذي أبرم صفقات غير قانونية من دون العودة إلى أي مرجع رسمي. التقرير لجوانا ناصر الدين. في 22 من آذار ليلة استقالة الحكومة، توقف الزمن في وزارة الاتصالات، أو بالأحرى حاول نقول صحناوي إيقافه، ظنا منه أنه يستطيع أن يحيك في بعض الليالي المظلمة صفقات مشبوهة واتفاقات مزورة وتوقيع غير قانونية دون أن يدري أحد بذلك. لكن الوزير أغرق نفسه بنفسه، وتوالت فصول مسلسل الفضائح التي كان آخر وثائقها الترخيص لاتحاد قرصان صنة الكوابل التلفزيونية. بعد كشف المستقبل لكل ذلك وغداة عرض وثيقة الصفقة مع شركة هومسات، قرار جديد يحمل الرقم 185/1 تجاوز صحناوي بموجبه مجددا حدود السلطة، فأعطى ترخيصا لشركة يونايتد كيبلز أوف لبنان لإنشاء محطات بث تلفزيوني. هناك استطلاع وأخذ رأي إداري من لأكثر من جهة لم تحصل. هناك أخذ رأي لجهات أمنية كقيادة الجيش وجهات أمنية أخرى لم تحصل. هناك رأي مجلس الوزراء لم يحصل. اختصر كل هؤلاء بشحطة ألم بين مزدوجين وبقرار من الباب العالي لو جاز التعبير، واعتبر نفسه هو يمثل كل هذه الجهات وهو مغطى من الدويلة التي تعاقد معها. أما الشركة فهي عبارة عن تجمع لاتحاد الكوابل التلفزيونية الذين يقومون بأعمال القرصنة على محطات التلفزيونية العالمية، وهنالك عدة دعاوى في حقهم لدى وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية ومن قبل المؤسسات الإعلامية العالمية كCNN وART وأوربت وورنر وفوكس وغيرها، إضافة إلى دعاوى في موضوع قرصنة الملكية الفكرية من عدة دول، ومبلغ رسميا أيضا إلى وزارة الخارجية من خلال سفارات هذه الدول في لبنان. وسرعان ما يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي، هل جاء ترخيص وزير التزوير ليغطي جميع هذه الدعاوى والمخالفات وليضفي شرعية على شركات ملاحقة قضائيا على الصعيد المحلي والدولي؟ وهل هذه هي الطريقة لإفاء لبنان بالتزاماته الصادرة عن رئيس الجمهورية في قمة الكويت الاقتصادية عام 2009 باحترام حقوق الملكية الفكرية؟ قرار صحناوي رقم 185/1 يخالف قانون المحاسبة العمومية ورأي ديوان المحاسبة رقم 52/2003 بتجاوز حدود السلطة لإصداره قرارا لترخيص إنشاء محطات بث تلفزيوني دون صدور القانون الخاص عن مجلس النواب في هذا الإطار. فضائح ربما غير مسبوقة في تاريخ الوزارات والإدارة اللبنانية. نقول لمن ارتكبوا هذه الفضائح: شرشحت الفضائح، شرشحت الكذب، شرشحت التزوير. أن تتم كل هذه المعاملات في ليلة معينة هي ليست فقط ليلة القبض على هذه الملفات، هي أيضا ليلة القبض على الشفافية. وبموجب المادة 66 من الدستور اللبناني التي تنص على تحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفراديا تبعة أفعالهم الشخصية، فإن صحناوي أصبح ملاحقا تلقائيا لتجاوزه حدود السلطة.
رغم قرار مجلس شورى الدولة بعدم قانونية إجراء انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، يصر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على إجرائها وسط مقاطعة واسعة مشاركة وترشيحا. التقرير لعمر حرقوس. رغم عدم قانونية الدعوة التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لإجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ورغم إعلان العدد الأكبر من المرشحين عن انسحابهم من هذه الانتخابات ومعهم كتاب الرئيس نجيب ميقاتي إلى قباني الذي اتهمه فيه بالخروج عن سيادة القانون واحترام سلطة القضاء، محذرا إياه من النتائج السلبية التي ستترتب على هكذا قرار لا يليق بمقام دار الإفتاء. وشدد ميقاتي في الكتاب على أن أي انتخاب لأعضاء المجلس الشرعي سيكون باطلا بطلانا مطلقا، وهو ما لا يرتضيه دار الإفتاء. فإن المفتي قباني عاد وأصدر بعد ظهر السبت بيانا أكد فيه إجراء انتخابات المجلس الشرعي صباح الأحد. مفتي الجمهورية وفريق عمله بدار الفتوى عندهم إصرار على شق صف المسلمين السنة في لبنان خدمة لأهداف بعض أو جهات لا ترغب بهذه الطائفة أن تبقى موحدة وقوة للبنان. فواز لفت إلى أن من أعضاء الهيئة الناخبة قضاة ومحامين سيرفضون المشاركة في العملية الانتخابية لما يعتريها من تزوير يرفضه القضاء. ما بقي من مرشحين وللهيئة الناخبة إنها يعزفوا عن تكملة هالعملية، عملية تزوير مخالفة للقانون. وبالوقت ذاته أتمنى على المفتين المحليين أن لا يجيروا مفتي الجمهورية بهالعملية. تحول دار الفتوى إلى عملية انتخابية، صارت تشتغل انتخابات أكثر ما تشتغل يعني التوجيه وفضيلة ودين. في هذا الوقت نفى نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي ما روجته جهات عن تسوية جرت بين المفتي قباني والمجلس الحالي لإجراء الانتخابات الأحد، مشددا على تطبيق قرار وقف الانتخابات. وعلى صعيد سحب الترشيحات، فقد أعلن العشرات من أعضاء الهيئة الناخبة لانتخابات المجلس الشرعي مقاطعتها ترشحا واقتراعا. مقاطعة انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى اقتراعا وترشحا، وذلك إفساحا بالمجال أمام أهل الخير لرأب صدع. مقاطعتنا الشاملة لانتخابات يوم الأحد لأنها انتخابات سوف تلحق الضرر البالغ في صفوفنا. إنني أعلن سحب ترشيحي لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن محافظة عكار. هذا وعقدت عدة بلديات وهيئات ناخبة في الشمال والبقاع وإقليم الخروب اجتماعاتها رافضة المشاركة في الانتخابات. نتائج انتخابات المجلس الشرعي تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، وهو ما لن يحصل هذه المرة، فالقضاء اللبناني منع إجرائها لاعتبارات قانونية عديدة. من عائشة بكار، عمر حرقوس، تلفزيون المستقبل. التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة النائب تمام سلام بالأمس وفدا ممثلي قوى الثامن من آذار، ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والوزير السابق يوسف سعادي والنائب أجوب باكرادونيان والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ونقلت صحيفة المستقبل عن مصادر مطلعة أن أجواء المشاورات بين سلام وفد الثامن من آذار لم تكن إيجابية، حيث أن أعضاء الوفد طلبوا من الرئيس المكلف أن يشاركوا في التشكيلة الحكومية عبر تسمية الوزراء المحسوبين عليهم وأن يكون هؤلاء من السياسيين. مصادر الرئيس المكلف التزمت بالصمت وأكدت أن الرئيس سلام يعمل بهدوء على وضع تشكيلة الحكومية يكون مرتاحا إليها. في هذا الوقت واصل الرئيس المكلف لقاءاته ومشاوراته وتلقى دعما عربيا وفرنسيا. حركة دبلوماسية شهدتها المصيطبي، حيث استقبل الرئيس المكلف تمام سلام نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج، يرافقه القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت جاسم الناجم. وقد قدم الوفد التهنئة لسلام ونقل له تحية المسؤولين الكويتيين. أتمنى إن شاء الله أن يكلف ويستمر بتأليف الحكومة قريبا لما فيه مصلحة لبنان، لأن لبنان وضع لبنان واستقرار لبنان بلا شك مهم جدا، ليس فقط للبنانيين وإنما مهم جدا أيضا للكويت وللوطن العربي.
ثم استقبل سلام وزير خارجية النمسا ميخائيل شباندلغر الذي أكد أن اهتمام بلاده ينصب لجهة عدم تأثير الصراع في سوريا على المحيط وعدم تورط لبنان بأي طريقة. كانت فرصة للقاء دولة الرئيس المكلف للبحث فيما يمكن أن نقدمه لمستقبل لبنان، وسمعت منه أنه سيؤلف حكومته قريبا وأنه وعد بتحقيق هذا الأمر بطريقة مميزة وأن هذه الحكومة ستؤلف من أشخاص غير منغمسين في السياسة. ما يهمنا في النمسا أن نرى لبنان في حالة بنيوية جيدة وأن يتجنب التحديات الراهنة في المنطقة، خصوصا الحرب في سوريا وما ترتب عنها من أعداد كبيرة من اللاجئين. السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي نقل للرئيس المكلف دعم بلاده مجددا القول أن تشكيل الحكومة شأن لبناني. بالنسبة للحكومة لسنا من يتحدث عن شكلها، فهذا شأن لبناني، ولكننا في هذا المجال نؤكد دعمنا الصادق لهذه الانطلاقة الوطنية ولالتفاف جميع اللبنانيين حول مؤسسات الدولة والحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس ميشيل سليمان، ونتمنى أن يتمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومة تنجز الانتخابات النيابية كما يريد جميع اللبنانيين انتخاب ممثلين عنهم وفق ما يرونه مناسبا. ولفت باولي إلى أن زيارته هي تعبير باسم السلطات الفرنسية عن تهنيه ودعمه لسلام وتأكيد على الصداقة بين الدولتين. في ملف قانون الانتخاب، كشف الوزير وائل أبو فعور أن نواب الجبهة يتجهون إلى الطعن باقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب حفاظا على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي. أبو فعور وفي حديث لصحيفة النهار قال: وصلنا إلى مرحلة حاسمة تفرض إما الاتفاق على قانون جديد والمتاح الوحيد هو المختلط، وأما الوضوح في الخيارات بين من يريد حصول الانتخابات ومن يريد تأجيلها سياسيا، وهامش المناورات بات ضيقا لدى الجميع، وقريبا يذوب ثلج المواقف المعلنة ويظهر مرج الحقائق السياسية. في النشرة بعد الفاصل: اللبنانيون يحيون ذكرى 13 من نيسان. أهلا بكم من جديد. اختتم تيار المستقبل والليبرالية الدولية أعمال المؤتمر 190 للهيئة التنفيذية للليبرالية الدولية الذي عقد في فندق فينيسيا، وكان الأمين العام للتيار أحمد الحريري قد جدد في الجلسة الافتتاحية تمسك التيار بسياسة الاعتدال رافضا التطرف والتعصب اللذين يتغذيان من ذيول الأنظمة البائدة ويهددان الربيع العربي. تحت عنوان تحديد المقاربة الليبرالية للمتغيرات في العالم، نظم تيار المستقبل والليبرالية الدولية المؤتمر 190 للهيئة التنفيذية للليبرالية الدولية. أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري جدد تمسك التيار بسياسة الاعتدال، وإذ أعرب عن رفضه للتطرف والتعصب اللذين يتغذيان من ذيول الأنظمة البائدة ويهددان الربيع العربي، أكد أن الشعوب العربية تثبت للعالم أن لا صوت يعلو فوق صوت الحرية. واليوم أكثر من أي وقت مضى نجدد تمسكنا باتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون لإعادة إحياء الشراكة الوطنية فيما بينهم وحماية العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، كما ندعو جميع الشركاء في الوطن إلى تغليب لغة الحكمة والعقل والكف عن إبقاء لبنان ساحة مستباحة للتجاذبات الإقليمية والمصالح الخارجية، واستخلاص العبر من الأيام السوداء التي عاشها لبنان في الماضي بما يحمي نظامنا الديمقراطي ويصون الحرية الفردية والعامة ويمكن اللبنانيين من المضي قدما في بناء الوطن الذي يحلمون بالعيش فيه بحرية وكرامة. فلا عودة إلى الوراء مهما علت أصوات النشاز التي زعمت يوما أن لبنان سيبقى إلى الأبد تحت سيطرة جيش الأسد، قبل أن يثبت اللبنانيين عكس ذلك حين التقت الإرادة الإسلامية المسيحية في ثورة الأرز عام 2005 على تحرير لبنان من نظام الوصاية السورية إثر جريمة العصر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
أحد أبرز المنادين بلبنان، السيد الحر المستقل، وأحد أبرز المدافعين عن الحقوق المدنية. رئيس حزب الوطنيين الأحرار المصري أحمد سعيد أكد أن الثورة المصرية لن تسمح باضطهاد الأقليات داخل مصر، مستنكرا ما يحدث في مصر من تعرض للكنائس ولرجال الدين المسيحيين والأقباط، وتوجه إلى الليبراليين في العالم بالقول: لن يقبل المصريون إلا بدولة مدنية ليبرالية عصرية تحفظ كرامة الإنسان وحريته. كما تطرق وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين في كلمته إلى العلاقة التي تجمع لبنان والمغرب منذ زمن بعيد، معتبرا أن ما بين البلدين هو وحدة قائمة على تعددية الأديان والمذاهب وأيضا على تعددية الأحزاب. بدوره شدد رئيس الليبرالية الدولية هانز فان بالين على أن حزب الليبرالية الدولية هو حزب موجود في العالم العربي وليس مستوردا من أوروبا، ورأى أن رياح التغيير وصلت إلى العالم العربي، ويجب أن يفهم من في القصر الجمهوري السوري أن الشعب السوري هو شعب حر ويريد الحرية. دعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لمناسبة ذكرى الحرب الأهلية لأخذ العبر مما حصل في لبنان والتبصر مما يحصل من حولنا كي لا يدفع وطننا ثمن صراع الآخرين. وللمناسبة نشاطات مدنية ووقفة لقوى 14 من آذار عند مبنى بركات في الصادقو دعوا فيها إلى الحفاظ على السلم الأهلي وحصرية السلاح بيد الدولة. لا تنذكر ولا تنعاد، تحت هذا العنوان كانت وقفة لقوى 14 من آذار والجماعة الإسلامية عند خط التماس الصادقو بالقرب من المبنى الأصفر ذاكرة الحرب. ذكرى 13 نيسان 1975 حضرت هذه المرة بالأعلام اللبنانية، شارك فيها نواب وشخصيات سياسية واجتماعية وحشد من المواطنين. الحرب ما رأيت، تعلمنا من مآسيها، رح نحط كل الجهد اللازم لأيام الدولة اللبنانية وعدم تكرار اللي صار ب 13 نيسان 75. رمزية المكان هالمبنى عم يترمم ليصبح متحف ذاكرة بيروت، مطرح ما بيتجمعوا أولاد بيروت واللبنانيين حتى نقول ما بقى فيه لا شرقية ولا غربية. نحن جينا نكسر كل حواجز الطائفية المناطقية الحزبية السياسية وغيرها لنوقف إيد وحدة ونقول أنه نحن هذه مرحلة ومرقت من تاريخ لبنان. نحن كلنا لبنانيين في خدمة لبنان، في خدمة الاستقرار بلبنان. نحن اليوم مستعدين بحي الله لحظة ننزل تندافع عن بقاء هيبة الدولة وعن بقاء سلاح شرعي وحيد بيد الجيش اللبناني في مواجهة الميليشيات اللي بتهدد الأمن والسلم الأهلي. ووزع المنظمون بيانا أكدوا فيه العمل على فلسفة العيش معا ودعوا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وهيبة الدولة من خلال جيش وطني له وحده حصرية السلاح. وللمناسبة جلت جمعية فرح العطاء على عدد من القيادات السياسية من مختلف الأطراف، فيما شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ضرورة بناء دولة قوية قادرة وفعلية يكون قرارها الاستراتيجي بيدها وحدها. ومن مسجد البسطة تحت إلى مسجد علي بن أبي طالب في الخندق الغميق كانت سلسلة بشرية من تنظيم فرح العطاء رفضا للفتنة وصونا للوحدة الوطنية بمشاركة شبان وشابات من متطوعي الجمعية بالإضافة إلى رجال دين من معظم المذاهب. تشهد نقابة المهندسين بفرعيها في بيروت والشمال انتخابات مفصلية اليوم، وأعلنت ندوة المهندسين في حزب الكتائب اللبنانية التزامها بلائحة 14 من آذار في نقابتي المهندسين في بيروت والشمال داعية إلى المشاركة الكثيفة. تشهد نقابة المهندسين في فرعيها بيروت والشمال معركة انتخابية لملء المقاعد التي شغرت مع انتهاء مدة ولايتها. يخوض الانتخابات مرشحون عن قوى 18 من آذار إضافة إلى عدد من المستقلين. مرشح الفرع الخامس بيير جعارة عرض لتلفزيون المستقبل برنامجه الإصلاحي الذي يخوض على أساسه الانتخابات النقابية. في عندي مهمة هي تكملة البرنامج الإصلاحي اللي عم بنقوم فيه بالنقابة فيما يختص بالفرع الخامس، لأن الفرع الخامس اليوم هو أكبر فرع بالنقابة، في نوعا ما خليط من مهندسين العالم وعم يتمدن ويتطور لقدام، في احتياجات بيئية كتيرة وتحديات بيئية كتير كبيرة واختصاصات جديدة. مفروض نحن نوقف حد المهندس الطالب من أول ما بيدخل على الجامعة قبل ما يدخل على النقابة ونبلش نوجهه لأول شيء بس يتخرج يلاقي عمل ما يضطر يهاجر. لما بقول هاجر مش بالضرورة على الدول العربية، لأن نحن اليوم صرنا بقولوا عنا دي جران فواياجور، من سفر اللبنانية بس المهم نرجع على بلدنا.
ووسط أجواء من الحماس والحرارة ستجري انتخابات نقابة المهندسين في الشمال بين لائحتين الأولى مدعومة من قوى 8 من آذار والثانية من قوى 14 من آذار. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. محكمة جنايات القاهرة تتنحى عن النظر في إعادة محاكمة مبارك وأعوانه. أهلا بكم من جديد. أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 120 شخصا بنيران كتائب الأسد التي شنت قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة على معظم المدن والبلدات السورية، وركزت قصفها على أحياء درعا من دون أن توفر المساجد. صرخة الحرية التي تصدح مع بزوغ كل فجر في سوريا لا تقابل سوى بقذائف النظام السوري التي تنهمر على رؤوس المدنيين، غير أن عزيمة هذا الشعب وأسراره على نيل الحرية كاملة باتت أقوى من قذائف نظام أثبتت الأيام أن الوحشية هي سبيله الوحيد للرد على ثورة شعبه. الله أكبر براميل، الله أكبر. همجية نظام الأسد تواصلت من خلال القصف العنيف الذي يطال غالبية المحافظات، حيث دكت مدفعية الجيش الأسدي أحياء جوبر والقابون وأحياء دمشق الجنوبية وسط اشتباكات في محيط حي مخيم اليرموك وفي منطقة المتحلق الجنوبي من جهة القابون. الريف الدمشقي تعرض بدوره لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط بلدات العتيبة والسبينة وعلى طريق المتحلق الجنوبي من جهة زملكة. وسط هذه الأجواء تواصلت الاشتباكات الطاحنة بين قوات النظام والجيش الحر التي سجلت أبرزها على طريق دمشق درعا الدولي، رغم القصف العنيف الذي تتعرض له أحياء درعا البلد ومدن وبلدات خربة غزالة التي انهمرت عليها القنابل الفسفورية من دون أن يوفر القصف المسجد العمري بدرعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 13/4 عمر بن الخطاب بنى هذا المسجد رضي الله عنه وبشار الأسد هدمه. كتائب الأسد شنت غارات بالبراميل المتفجرة على ريف حلب فيما اتهمها المرصد السوري لحقوق الإنسان بإلقاء قنابل غاز سامة على بلدة عفرين في حلب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما قصفت أحياء حمص المحاصرة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون ولا سيما على مدن الحولة وتلبيسة، فيما تصدى الجيش السوري الحر لأرتال من القوات النظامية في القصير حيث يخوض معارك ضارية مع مسلحين نظام وحزب الله. الطيران الحربي دك حي الشيخ سعد في حلب الذي يشهد اشتباكات عنيفة امتدت إلى محيط مطار حلب الدولي. القصف العنيف من المدفعية الثقيلة طال كذلك أحياء مدينة دير الزور المحررة بالتزامن مع اشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر في أحياء عدة بالمدينة. بدأ أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالأمس إضرابا مفتوحا عن الطعام لحين الإفراج عنه، خصوصا أن عقوبة السجنين الاحتياطي تنتهي اليوم. في هذا الوقت تنحى القاضي مصطفى عبدالله عن النظر في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه وتسعة من أعوانه، وقرر إحالتها إلى محكمة الاستئناف مبررا ذلك لشعوره بالحرج. قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء سلام فياض بعد إصرار الأخير على تقديم استقالته والتي كان عباس قد رفضها، وطلب أبو مازن من فياض تسيير أعمال الحكومة بشكل مؤقت. تعهدت بكين وواشنطن بالعمل معا على نزع السلاح النووي لدى كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع القادة الصينيين في بكين محطته الثانية في جولة على شرق آسيا كان قد بدأها من كوريا الجنوبية. وقد التقى كيري وزير الخارجية الصيني الذي دعا إلى الحوار السلمي من أجل تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي اليوم بعد قرار مجلس شورى الدولة والمقاطعة ترشيحا واقتراعا. بفضائح وزير الاتصالات الجديدة صفقات غير قانونية أبرمها صحناوي من دون العودة إلى أي مرجع رسمي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 13/4 درعا في مرمى قصف عشوائي لا يوفر المساجد، وهجمات بالغازات السامة على بلدة عفرين في حلب.
ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.